السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. اليوم بإذن الله سأقدم لكم وصفة لعلاج السحر المدفون، هذا السحر المدفون الذي يعاني منه كثير من الناس، هذا السحر المدفون الذي يدفنونه للناس لتعطيل زواجهم والتفريق بين الأزواج والتمريض وتعطيل الإنجاب وإسقاط الأجنة وتعطيل الدراسة وتعطيل النجاح وتدمير الأجساد والقتل والتمريض. هذا السحر الذي يأخذونه من ملابسكم وشعركم وصوركم ويأخذونه من عرقكم، هذا السحر المدفون الذي يأخذونه أثره من تراب أقدامكم ثم يضعونها في أسفل التراب لكي تلحقوا أنتم بالتراب، يعني للشلل والتمريض والقتل. لذلك إخواني أخواتي، هذا السحر المدفون شرحته لكم وهو سحر، يعني سحر مدمر بكل ما تعنيه الكلمة. فعليكم أن تعلموا إخواني أخواتي أن هذه الوصفة مجانية، لن تدفعوا فيها لا درهما ولا دينار، وبإذن الله تبارك وتعالى سترونها وسنطبقها أمامكم، فشاهدوا إن شاء الله. إخواني أخواتي، هذه الوصفة التي قلتها لكم هي وصفة لعلاج السحر المدفون ولعلاج العقد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم أنه قال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. كانوا في ذلك الزمان يأخذون الأصبع يضعون فيه الريق مثل هذا، يبتل بالريق، يضعونه في التراب هكذا، ثم بإذن الله تبارك وتعالى يمسحون به الجرح، أي جرح أو أي مكان فيه حبوب أو مرض، ثم بإذن الله بالريق ثم بالتراب: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، يعني بالريق الذي في الأصبع زائد عليه التراب، تراب الأرض الذي نحن خرجنا منه، نحن من تراب وإلى التراب، وإذا متنا سنرجع إلى التراب. وهم يدفنون لنا السحر في التراب، هم يدفنون لنا السحر في التراب، قاتلهم الله، قاتلهم الله أن يفكون، يدفنون لنا السحر في التراب، لأننا نحن من تراب كي يؤثر علينا أكثر. لذلك الأصبع فيه الريق والتراب يلتصق بالريق ثم أضعه على الجرح، فهذا مصداق للنبي صلى الله عليه وسلم أن الجرح أو الحبوب أو أي مرض، أي شيء يسمى مرض، يعني يسبب العلاج بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن سنستغل هذا الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، سنستغله بإذن الله تبارك وتعالى في علاج السحر المدفون، لأن هذا الحديث أقرب إلى العلاج في السحر المدفون بإذن الله تبارك وتعالى أكثر من غيره من الأسحار، لأن السحر المدفون يسمى سحر ترابي، وهذا السحر المدفون يدفنونه في التراب، سواء في المقبرة، سواء في الحديقة، سواء في النزهة، سواء حتى في هذا الذي في العتبة اللي في البيت، يدفنونه في العتبة، في بالنسبة للبلدان في البادية يدفنون السحر في العتبة. وكل سحر مدفون فإن له تأثير على الجسد أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الإنسان من تراب، ويدفنون السحر في التراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يستعملون في السحر تراب كذلك، يأخذون السحر من تراب قدمك أنت، أو أنت من التراب القدم التي تخطيت عليه، كي يدفنه في التراب كي أنت تسرع وتأتي إلى التراب، يعني كي يسبب لك الشلل والتمريض بكل سهولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأي إنسان يكون عنده سحر ترابي، سحر يعني تخطاه بأقدامه ثم دفن له، سيمرض مرضا شديدا، لأنه اجتمع له 3 أمراض: أن سحره من ترابي وهو من تراب، ووضعه في التراب، إلا أن يسلم الله، إلا أن يسلم الله عبده ويقيه من شر الخلائق ومن شر خلقه. لذلك بإذن الله تبارك وتعالى هذه الوصفة متواضعة وصغيرة، ولكن أنتم ستأخذون ستقومون بالعمل لوصفة كبيرة، إنما سأطبق لكم هذه الطريقة أنا. ستأخذون بإذن الله تبارك وتعالى قماش كبير، هذا القماش الذي عندي هو طرف صغير فقط، ولكن هو يبين يظهر ما وراءه. ستأخذون قماش صغير مثل، ستأخذون قماش كبير مثل هذا بإذن الله تبارك وتعالى، ستضعون فيه كما هائلا من التراب، يعني كما هائلا، ستضعون ملعقتين أو أكثر أو ما تستطيعون بإذن الله تبارك وتعالى، أو تضعون في حتى قيمة كيلو من التراب، ما تستطيعون في قماش مثل هذا، يعني قماش سيخرج منه التراب بإذن الله تبارك وتعالى. هذا القماش لما تأخذونه مثل هذا بإذن الله، تقومون بربطه هكذا،
تقومون بربط هكذا قماش كبير. أنا أعطيك وصفة صغيرة فقط، وإنما ستقومون يعني لا يمكن أن تحد الترب في يعني ملعقة أو ملعقة، وإنما تأخذون كثيرا من التراب بإذن الله، من تراب أرضكم، من تراب حيكم، من تراب مدينتكم، التراب الذي تعيشون حوله، لأن أغلب الأسحار تدفن حولكم وفي المقابر وفي الغابات التي حولكم. ستأخذون التراب في قماش كبير مثل هذا، كبير، أنا وضعت لكم قماش صغير. ستأخذون ماء بإذن الله تبارك وتعالى، ماء مرقي، ماء مرقي مثلا، هذا ماء مرقي ستقرؤون فيه بإذن الله تبارك وتعالى الآيات التي سأشرحها لكم الآن، ثم تضعون فيه بإذن الله هذا القماش وتحركونه بإذن الله بملعقة أو بعود أو بشيء ما. فإذا حركتموه لمدة بإذن الله تبارك وتعالى سيدخل الماء مع التراب، وسيبقى لكم التراب فقط في هذا الإناء بإذن الله تبارك وتعالى. أنا طبقت لكم وصفة صغيرة فقط، وأنتم ستقومون بها بإذن الله تبارك وتعالى بوصفة كبيرة. ماذا سنحتاج إن شاء الله؟ هذا الماء الذي نحن بإذن الله تبارك وتعالى قمنا برقيته، لا بد أن ننفث مع كل آية أو آية أو 3 آيات، النفث الكثير مثل هكذا، النفث بإذن الله تبارك وتعالى، النفث لا بد أن تنفث في هذا الإناء ليجتمع لك التراب والريق بإذن الله تبارك وتعالى وكلمة الله. تراب، بسم الله تربة أرضنا برقة بعضنا، الريق لأنك ذكرت بسم الله، يعني بسم الله هو آية الله. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. إذا فعلت هذه الطريقة بإذن الله تبارك وتعالى سأقول لك ماذا ستقرأ في هذه الوصفة. هذه الوصفة بإذن الله تبارك وتعالى سواء قرأت في الماء في الأول أو تقرأ عندما تخلطها. على كل حال، الآيات التي ستقرأها بإذن الله تبارك وتعالى، أولا هي ستقرأ بإذن الله سورة آية النور، الله نور السماوات والأرض، حتى آخر الآية والله بكل شيء عليم. وسأضع لكم رقمها إن شاء الله على الفيديو، آية 35، آية النور. عندما تقرأها بإذن الله ستقرأها في هذه الوصفة 21 مرة، وتقرأ نور على نور. عندما تقرأ آية النور 21 مرة ستقرأ نور على نور 100 مرة بإذن الله، 100 مرة أو 200 أو 300 على قدر مجهودك. ثم تنتقل إلى سورة الزلزلة، تقرأ بإذن الله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، تكررها 100 إن شاء الله، 100 100، تقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، تقرأها 100 إن شاء الله، وتحسب حتى أن تنتهي من 100، ثم تقرأ سورة الزلزلة 7 مرات، ثم تكملها 7 مرات بإذن الله تبارك. السورة كلها ستقرأها 7 مرات، عندما تنتهي من إذا زلزلت الأرض زلزالها ستقرأها 7 مرات في الأخير. عندما تنتهي من سورة الزلزلة وآية النور سوف تقرأ في هذه الأشياء سواء في الماء أو في الوصفة الآن، ستقرأ بإذن الله تبارك وتعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. المفسدين هم الساحرين، هم الذين يسحرون الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آيات السحر ستقرأها 365 بعدد أيام السنة ستقرأها. لماذا بالضبط؟ لأن السحر قد يدفن لك في الاثنين أو في الثلاثاء أو في الأربعاء أو في الخميس، قد يدفن لك في السنة الفائتة، أو قد يدفن لك في 5 أعوام التي فاتت. لذلك عليك أن تقرأ بعدد الأيام كلها 365 مرة تقرأ آية السحر. وهذه الوصفة والله العظيم إنها قيمة وقوية، وكل من جربها بإذن الله سوف يشكرني شكرا عظيما بإذن الله. وأنا لا أريد شكرا من أحد، وإنما أريد منكم الدعوات، أريد منكم أن تدعوا مع هذا العبد الضعيف فقط، ادعوا معي فقط. لذلك اسمعوني جيدا، عندما نجمع نحن هذا الماء الذي فيه التراب، اسمعوها الآن، هذا الماء فيه تراب ولكن تراب نقي، حصلنا بإذن الله تبارك وتعالى على التراب حقيقي ليس لونه فقط، التراب ما زال هنا ولكن حصلنا على التراب هنا، اسمعوا جيد، الآن حصلنا إذا رأيتم حصلنا بإذن الله تراب، على تراب ولكن نقي ليس فيه أحجار، تراب نقي للعلاج ليس فيه أحجار، تراب فقط.
سيكون لنا كم كبير من هذا التراب، ونحن من تراب أصلا. هذا ما فيه ضرر، فيه شفاء وفيه قرآن. ستأخذ هذا التراب بإذن الله تبارك وتعالى، مثلا إذا هذا الماء الذي فيه التراب ستضعه مثلا في 5 لترات من الماء، وتأخذ كل يوم لتر، كل يوم لتر تستحم به بإذن الله تبارك وتعالى لمدة 21 يوما. ستستحم به بإذن الله تبارك وتعالى 21 يوما، 21 يوما بإذن الله تبارك وتعالى يوميا. فإن إن شاء الله لم تتعالج في 21 يوما فلا بأس لك أن تستمر، لأنك ستحصل على نتائج كبيرة كبيرة جدا لم تكن تحصل عليها في حياتك كلها. فإن شاء الله عندما تستحم بهذه الآيات وهذه الأشياء فلا تنم، ستفرغ عليك هذه الأشياء، هذا التراب في الحمام ولو فيه القرآن منفوت فلا تخف، لأن ليس فيه قرآن مكتوب، ستفرغه عليك وأنت في الحمام إن شاء الله. العلماء قالوا لا مشكلة ولا بأس إن شاء الله إذا استفدت من هذه الأشياء، ولو ذهب في دورة المياه. ستستحم بهذه الأشياء وتتركها فوق جسدك لمدة 5 دقائق، ثم تزيل هذا التراب بإذن الله تبارك وتعالى، ثم تزيله بالماء النقي. ستترك هذا التراب على جسدك لمدة 5 دقائق ثم تزيله بالماء النقي. عندما تخرج من الحمام عليك أن تقرأ هذه الآيات كلها التي قرأتها، الآيات التي قرأتها ستكتبها في ورقة التي قرأتها على هذا الماء، عليك أن تقرأها يوميا قبل النوم، لأنها ستحرق العاشق أو الخادم أو الجنية الخادمة التي تخدم هذا السحر كي تحترق عن ذكرة أبيها. لماذا بالضبط ركزنا على آية السحر أن تقرأها ل 365 مرة؟ لماذا؟ لأن قد تكون هذه الجنية أو هذا الخادم الذي دخل بهذا السحر، أنا أفعل دائما الاحتياط، قد تكون هي ساحرة وتجدلك السحر المأكول في المنام لتكون قوتها أكثر، ولكن أنا لن أترك لها قوة بإذن الله ما دمت في الحياة، ما دمت حيا وعندي عرق ينبض في هذا الجسد المبارك فلن أترك لهم رحمة ولا حنانا، فلن أتركهم يعيشون وإلى الأبد سوف أدمرهم أينما كانوا، هذه الجنية الساحرة أو هذا الخادم الساحر. لذلك أنت قرأت آية السحر 365 مرة في الوصفة وستقرأها قبل النوم، سيجتمع لك 600 من آية السحر، وهذا آية السحر التي قرأتها في اليوم كله دمار 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 على هذه الجنية العاشقة أو هذا على الخادم العاشق. سيقول لي أحد الإخوة، هل نستطيع أن نصنع هذه الوصفة يعني بكم هائل، 10 لترات من الماء أو 15 لترا، ثم نستحم بها يوميا في كل أسبوع؟ لا بأس إن شاء الله أن تصنعها مرة واحدة وتستحم بها كل يوميا يومين، لا بأس إن شاء الله. ليس بالضبط أن تصنعها يوميا، لا، قد تصنعها هذه الوصفة وتستحم بها لمدة 3 أيام، أو تستحم بها لمدة حتى 10 أيام أو لمدة أسبوع، ما عندي مشكلة أنا، المشكلة هو المهم، ما عندي مشكلة أنا، المهم هو الذي الآية التي ستقرأها على هذا الماء هي نفسها هي التي ستقرأ قبل النوم، ولا بأس إن شاء الله أن تضع رقية مسموعة في أذنيك ليتحقق لك الدمار الشامل على كل شيطان رجيم، وستدعو معي إن شاء الله في آخر علاجك بإذن الله دعوة لهذا العبد الضعيف أن يوفقه الله في كل ما يفعله بإذن الله تبارك وتعالى. أخواتي فقد رأيتم هذه الطريقة وشاهدتموها بإذن الله تبارك وتعالى، فلا تنسونا من صالح دعائكم، ولا تنسونا بإذن الله تبارك وتعالى بأن تشتركوا هذه القناة وتشاركوا هذا الفيديو للجميع لكي يستفيد الناس، فالناس كثير في كثير من دول العالم يعانون من هذا السحر المدفون ويعجزهم العلاج ويرون أن هذا السحر قد لا يتعالج ويركزون على أن يستخرجوا هذا السحر أينما كان، وقد لا يجدون هذا السحر، وقد يخرج هذا السحر في مكان ما أو في زمان ما، ولكن عقده وتأثيره في الجسد أولى أن نخرجه، نحن أولى أن نخرج العقد التي في الجسد، نحن أولى أن ندمر العقد التي في الجسد، فإذا دمرناها بهذه الوصفة فلو لم نخرج السحر في أي مكان كان فإننا سنحصل على نتيجة وعلى شفاء سريع. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.